نور النور يا عبد الله، نور اللمبه يا عبد الله. احنا موجودين دلوقتي في قريه ابو حزام، تحديدا البلبيش، النجا الهماميه، قريه ابو حزام، مع الناس الجميله اللي انتم شايفينهم معانا اهو. اسمك كريم؟ مختار يا باشا. فهد يا باشا. حامد يا باشا. خال حج مسعود. اسمك اسمع مسعود. عسل. عقيلي. 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 زغلول بدري. ابو سليمان، بالنسبه للقعده بتاعتنا في المنظره بتاعت ابو عبقاده هنا. واحد يا خال. عبد الله. خال. يا مرحب بك. اسمك كريم. بجمك. الاسطوره يا ابو. الاسطوره. ابراهيم عبد الوهاب. يا مرحبا. العمدة نشأت حامد. نقول ايه العمدة نشأت حامد، هو يعرفكم اصغر واحد هنا في القاعدة، وهو بسم الله ما شاء الله عليه. نقول له يعرفكم بس ابو حزام فيها مين. تفضل يا حزام. انا نشأت حامد، انا طالب في اولى ثانوي. بالنسبة للتعليم في ابو حزام، انا عمي دكتور في جامعة جنوب الوادي، وبالنسبة فيه دكاترة كتير وبشمهندسين في القرية يعني. عمي الدكتور يسري في جامعة جنوب الوادي، وفي دكاترة مش داعي لذكر أساميهم يعني، والبلد فيها أمن وأمان، ومش زي ما بتقول الناس برا ده بياكلوا الناس ومش عارفين. هو العمدة بقى دخل بنفسه وشافه، هو يقول لكم على القرية. الله يبارك فيك. تسلم. الرقم التليفون، احنا نستقبل مكالمات من دلوقتي عشان لو حد حابب يتكلم معاه، لنا وناسنا هنا ابو حزام هم يردوا عليكم. 010 96 20 5 5 907 9 كم 907. نقوله من تاني. 010 96 20 5 9 07. ده الرقم اللي هنستقبل عليه المكالمات دلوقتي، واي حد حابب تعرف على ناس ابو حزام، الناس الجميله موجوده معانا، والتعرف معاكم. انا مروح. لا لما تيجي سالي اقوم عشان احنا عندنا الاطفال ما تصحى الساعه 6 الصبح. بسم الله ما شاء الله. تصحى العصر. نور عند المختار. بنورك يا خال. نور عند بهاء. نورك يا خال والله. بارك الله. الصعيد كله يا باشا والله. احكي لنا شيء ما ابو نشأت يا شيخ. احكي علينا ابو نشأت. كورونا والله العظيم، ومفروض ما حد يقعد جنبي. لا يا خال، كل واحد. سيبها على الله. على الله والله يا رب. نبيك كانت عزا كامل والله قاعدة. قال لها الحجارة. واحد يقول خلنا طارق نية سعيد. خلى ابو محمد برضه يحكي لك. الراجل ده برضه موظف مندوب في شركه السكر، يحكي لك بالنسبه للدنيا والشغل. احنا الدوله عدم سعادتها. عايزين نستقبل المداخلات دلوقتي. رقم ثاني. تعال تعال. يا واحد يقول لك الرقم ثاني. الرقم اتحط اهو، في حد من الشباب الله اكبر حط الرقم. من رقم الرجل اللي معاه التليفون وطلع لبرا يرد على التليفون. تفضل. ثلاث ايام يا جماعه، انه هو النهارده انبات وبكره بالنهار. يا باشا لازم تدافع ثلاث ايام. لا الله يبارك في اصلك. تمشي اول رمضان يا عمد. منورنا عند بهار، انت مفروض عندك معانا والله. الله يبارك في اصلك يا خال. تسلم يا اصيل. احنا مستنيينك من شهر يا عمد. الله يبارك في اصلك. ربنا يبارك في اصلك. الله يحفظك يا رب. تمشي اول يوم رمضان يا عمد، انتظرك من زمان. الله يبارك في اصلك. تكرم. هو راح اخذ التليفون وراح فين؟ يجي اللي جاي. يا احمد تعال هنا. انت قلت استلمه انت هتحكي معاه انت تقول لك عنه. امال احنا نديله من الرقم. بعد جينا يعني انت تستقبله. هو هي افتح السبيك. افتح السبيك. انا مش ملاهم. انا ما مش هتلاهم. انا قلت لك ليه. في من ده القلب قطع. فتعال. قال له انا مش زعل. قال بس قول. السلام عليكم.
منين قلت؟ وين حضرتك؟ دول ايوه سامعك، وين حضرتك؟ سيب البس، سيب البس وكلمنا يا خال، ابعد عن البس وكلمنا عشان اسمعك. السلام عليكم. اتعرف بحضرتك؟ انا مصطفى من دار السلام سوهاج. مين يا خال؟ مصطفى من دار السلام سوهاج. عبد الله اسمع السود. مين يا خال؟ بقول لك مصطفى من دار السلام سوهاج. يا مرحب بيك يا خال مصطفى. يا مرحب يا عمد، منور الدنيا كلها والله، انت واهلك وحزام كلهم بنورك والله يا خال، تكرم يا اصيل. لا بجد والله حاجه ممتازه يعني، عشان حتى الناس تعرف مين بيت ابو حزام والدنيا عايشه ازاي هناك. دي قريه ابو حزام. هي قريه ابو حزام، حد يعرف ليه تسمت قريه ابو حزام؟ لا لا والله السبب الاسم ده. تمام يا خالد، احنا تشرفنا بمداخلتك الجميله دي، تشكر يا خالد. تسلم تسلم يا عمده، تفضل. بارك الله فيك، تكرم. انا بقول لك يا باشا، انا بقول لك متحزمه بالجبال هي، يعني اسمها بالظبط. انا اللي قلتها سموها عشان متحزمه به؟ بيقول لك متحزمه بالجبال، يعني اربع الاجناب بتاعتها جبل. بيقول لك يعني كده سموها ابو حزام وسط الجبل. اه فعشان كده تسمت ابو حزام. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا خال. ازيك يا عمده؟ الحمد لله تمام، اتشرف بيك. معك انس يا باشا، نجع سالم. مين يا خال؟ انس نجع سالم. انس منور، منور كل الدنيا والله. بنورك يا خال والله. مرحبا يا خال، ربي يخبارك، عامل ايه صحتك؟ اسمي كريم. مرحبا ابو شام والله يا عمدي. اسمي مساعد محسن وشاهد مساعد الراوي. مرحبا بك يا خال. من بلد الدم والنار، لما اطبع عليها الدم والنار. اللي هي مش دم ونار، هي دم ونار مع بعضيها في الخصومة السائرية بينهم بعضها متناحرة من قديم الزمن مع بعضيها، بس ما لقيش حد يحنوا عليه ويحل مشاكلها ويحل الناس من بعضيها. الدم الصقر ده حاجة لعينة، لعنة وسطينا، بس مش ما لقيش الكبار يحنوا علينا ويهتموا بموضوعنا اللي هو موضوع الصقر، ويخلصونا من بعض ويصلحونا مع بعض. يعني انتوا نفسكم اساسا الموضوع ده انتوا مش هاويينه؟ محدش هاول، محدش يهوى الدم، الدم والنار والخراب محدش يهواه، لكن ده حاجة سبحان الله تعالى زي ما يكون ايه، يعني حاجة وقع علينا تمام، وتورثناها من قديم الزمن، من اجيال من جدودنا. صقر يورث صقر، يورث صقر، ده هو يقتل واحنا نقتل، هو يقتل ده يقتل، ويتوارثوا ايه، يتوارثوا الاجيال مع بعض. النور عندك، كمل. فيا ريت من خلال حضرتك برضو ان صوتنا يوصل للمسؤولين ويوصل للشعب المصري بالفرض. قريه ابو حزام وحمره دون، قريه الدم والنار دي، قريه اسمها القريه اليتيمه، القريه اليتيمه، تعمدوا من زمان انهم يتجاهلوا البلاد دي، وصبحت البلاد دي تاكل في بعضيها. ما عندناش حد يقدر يهين الغريب، الضيف علينا راسنا من فوق، والغريب ليه حقوق علينا، ولو حد جاي ليه حق عندنا بنحلوه وبنحل المشاكل برا، بس ما لقيش اللي يحلنا بيننا ومن بعض. احنا تناصرنا والصقر كلنا، وحاليا في قبائل عندنا متناحره كتير قوي 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 على مر التاريخ، على مر الجبل، خط الجبل. احنا هنا اسمه الصعيد الجواني تمام، قرى حضن الجبل، القرى المتناحره فعلا بيننا ومن بعض على مشاكل الصقر، بس مش لاقيين المسؤولين ولا حد يهتم بالقضيه بتاعتنا ويجي يحل مشاكلنا. يعني انا بنتقد اللي هي المجلس العربي للفض المنازعات، اللي هو اللي هم بيتجمعوا مع بعض في مؤتمرات وبياكلوا لحوم وبياكلوا خرفان وبياكلوا جمال، وبيروحوا سينا وبيروحوا مطروح وبيروحوا البلاد دي، ويقول لك احنا في لجنه المصالحات، نزل الفض المصالحات فين دي؟ احنا بنسمع عنها، بس هل بتنزل البلاد بتروح تصلح الناس مع بعضيها؟ بتروح الفلاحين، بتروح مطروح، بتروح الصعيد، ده بتعرف حاجة عن صقر الصعيد، عن الناس المتناحرة دي؟ محدش فاكر فينا، ليه؟ ما احنا جزء لا يتجزأ منيكم، احنا جزء لا يتجزأ من الدولة، احنا صالحين مش قبحين، مش فيناش قباحة،
بس احنا الحاجه الوحشه اللي وصلنا هي الطار. فهل حد 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 يهتم بينا فعلا، يهتم بينا وينزل البلاد دي ويشوف مشاكلها ايه ويحل الطار اللي بيننا من بعض، والناس تتفك منها من بعضيها وتشوف اكل عيشها، واللي يسافر ويروح واللي يجي. في ناس واقفه قصاد بعضيها كتير هنا في الطار، في الطار في طار وفي تناحر بين القبائل ما من بعضيها. وانا بوجه صوتي عبر حضرتك برضو انك انت توصل صوتنا لمصر كلها وللعالم كله. لا كله بيسمع كان يهتموا بابو حزام وحمرضوم والصمت او الحجارات وخط الجبل الشرقي، الخط المتناحر دائما مع بعضه، كله عباره عن ان خصومه ساريه ممكن تنتهي، تنتهي بالجوده، تنتهي بالحلول، تنتهي باي حاجه ثانيه. وانتوا نفسكم عندكم، احنا بنستغاثوا بيهم، احنا بنرجوكم 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 تدخل، وحاليا كمان تدخل عاجل في بلادنا، لانه في تناحر وفي اختلافات بين الناس من بعضيها. فانا بوصل صوتي انه الشعب المصري والمسؤولين انه ينزلوا يهتموا بينا ويصلحوا الناس من بعضها، عشان الناس تشوف معيشتها وتشوف حالها وتشوف اللي لها حق ياخذه بالاصول وبالادب والاحترام. احنا عندنا حالات اعدام كثيره، حالات مؤبد كثيره، السجون اتملت منينا، وفضلنا هو بكره زي بعضه زي بعد بعضه زي امبارح زي نفس الكلام. احنا عايزين جديد في عصر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والله يطال الله عمره الرجل ده، ده عمار المصر. وباذن الله ما هو مصر دي اللي هتوقف باذن الله عليها على حس السيد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والناس المحترمه كل القائمين على الدوله معاه. انتوا كل اللي طالبينه هنا، واحنا بنشكر وزاره الداخليه بالذات، لان هي الوحيده اللي واقفه معانا هنا، هي اللي تعبانه. لكن باقي الوزارات فين باقي الوزارات من البلد دي؟ فين عملتهم؟ ما عندناش حاجه. تعال شوف المدرسه بتاعتنا، وتعال شوف شوارعنا، وتعال شوف كهربتنا، وتعال شوف ميتنا، وتعال شوف حالنا. ما فيش خدمات عندنا نهائي. فين الوظائف؟ فين التعليم؟ فين يعني فين ده؟ احنا مش من الدوله؟ طب فين ده كله منين احنا؟ احنا بنرجو حضرتك ومن خلالك انت، بنرجو المسؤولين انهم ما يهتموا بينا ويحلوا مشاكلنا. واول مشكله، اعصى مشكله على مستوى الصعيد كله، مشكله الطار. فاحنا يا ريت يعني ممكن نقول ابو حزام هي نفسها مواضيع الطار دي تنتهي من عندها، بس بتدور على حد يحل يدخل ما بين الناس وبين العيال. ايوه اما الناس هنا ما عندهاش مشكله، نفسها فعلا حد يخش يحل فعلا. بالناشد شيخ الازهر، الدكتور احمد الطيب، بالناشدك ان انت تنظر لقريه ابو حزام. زي ما حضرتك شايف اهل القريه نفسهم ان يكون في ود ما بينهم، والدنيا يعني حابين ان يكون في صلح، يكون في سلام ما بينهم. هم في الاول والاخر ابو حزام الناس خوفتنا ان انت تدخل ابو حزام، وقالت لك هتخش مش هتطلع بحمارتك او مش هتطلع عايش اساسا. الناس اللي هنا زيها زيك بالظبط، اللي برا ما يخوف اللي جوه، اللي برا يخوف. تقول ايه للناس اللي مش عارفه ابو حزام وبتخوف الغريب ان هو يخش؟ انا بدعو جميع الناس بجميع اطيافها ان تاج يشرفنا عندنا في ابو بلد. حزام وشوف ناس ابو حزام وكرم ابو حزام وطيبه ابو حزام واخلاق ابو حزام. ابو حزام مش كل عيش، وشوف الناس ولحش موجود في كل البلد، ويشوفونا ويشوفوا احنا زي يعني زي العسل، وزارعين بنزرع وبننتج وبنعمر وبنحب العمار وبنحب بلدنا وبنموت موت في مصر دي، بنحبوها موت بلدني. ما فيش احلى من احن من وطنك، ولا ابدا من وطنك، ولا احب من وطنك. بس الوطن دي فيه ضلع ضعيف، فيه مرض، نشيل المرض ده منه. فحد عايزين الطب اللي يشيل مننا المرض ده، مرض الطار بس، لا اكثر ولا اقل. لو شال مننا الصقر ده اتحلت كل مشاكلنا. بدعو لجميع العالم، جميع الدنيا كلها انها تخش تحتوي الكلام ده، لانه نحن فعلا فعلا في العصر ده ما ينفعش نحن نوصل للدرجه دي. فياريت ياريت ياريت انه حد يتدخل، انه هو يحل المشاكل اللي بيننا من بعض، وحكايه الطرد بالذات. حضرتك يعني انا راجل من ابو حزام ومن حمرضوم، انا بسعى واكل عيشي في القاهره وبقعد في القاهره وشغال في الاوقاف، قعدت 14 سنه في الاوقاف، واخذ احكام نهائيه بالاوقاف، ناقد واستئناف واول درجه، واخذ حكم افراج من الاوقاف من لجنه القسمه، واخذ جواب افراج من لجنه القسمه، وقف حسن الامير حسن كانت خدع زبان، وانا راجل مفوض عن الورثه، وقعدت 14 سنه من عمري وانا اجري بالحلال بما يرضي الله. تعبت، خدت 14 سنه في مصر، ما جيتش بلدنا غير 3 مرات فيهم،
ومعي احكام نهائيه قاطعه ومسجل في شهر العقار بتاع العباسيه وما سجلتش وقدمت جميع المستندات الداله على الملكيه والكلام ده وما سجلتش. فهل الاملاك دي بلد وناشد من خلالك وزير الاوقاف وشيخ الازهر والناس القائمه على الدين والكلام ده انه الارث ده يعني يروح لاصحابه وخصوصا القضاء المصري ان الناس دي الاحقيه انها تاخذ ارثها. وانا كان سبحان الله تعالى ربنا سبب لي السبب اني اقعد 14 سنه واجري في الشوارع في مصر وما قلت ولا حاجه ولا وسائط ولا ناس ولا اي حد ولا محامين ولا اي حد ومعي احكام نهائيه قاطعه ومعنا الارض في المطريه وفي البلاد دي قاعد عليها البلطجيه وما عرفوا يستلموها. فانا كنت رجل من ضمن الناس الصالحه يعني ماشي باكل عيشي بالحلال بما يرضي الله وبعت الورائي وقدامي وحالي الشرد وقعدت في بلدنا يا ابو حزام حمرضوم وما عرفت شو وصل لاي حاجه. فانا بدعو سياده الرئيس والقائمين على الدوله وزير العدل والناس دي ووزير الاوقاف انها ترجع الحقوق دي لاصحابها وعشان احنا ناكل عيش وهم ياكلوا عيش واللي يتجوز اللي عايز يتجوز يتجوز اللي عايز يعمل مشروع يعمل مشروع واللي عايز يعمل بيت يعمل بيت واللي بالدوله تستفيد واحنا نستفيد والحال يمشي. وقاعد اديني في ابو حزام وحمرضون قاعدين الحمد لله يعني حتى لو سال علي لما بصلح الناس من بعضيها ما بحبش الاختلافات ما بحبش التار ما بحبش الجهل ما بحبش التخلف وماشي بما يرضي الله. فانت نورتنا يا استاذ بهاء ونورت ابو حزام وحمرضوم ويعني احنا انت عندينا حاجه ثانيه. انا شرف والله العظيم حاجه ثانيه تبعتك ربنا مرسل يعني كده انك انت تشوف مشاكل الناس وتهتم بيها وتنقل حل الناس للناس. احنا عايزين تمام يا ريت الصحافه انا فين الصحافه؟ طب فين الاعلاميين اللي هم اللي قاعدين في الدوله؟ ليه ما نزلوش البلاد دي؟ ليه ما شافوش مشاكلها؟ ليه ما شافوش هي وصلت لايه وليه وصلت من ايه لايه؟ وايه السبب؟ وليه الناس ما تقدرش تصلح بيننا من بعض؟ فين الناس المسؤولين والاعضاء وده وده والناس دي؟ كل واحد مشغول بحاله. ابو الاستاذ عبد الله اللي سماه والله ما بياخروش معانا بيجوا وبيصلحوا على قد ما يديهم حين ربنا وكده يعني فبس هي فاللجان مش مكتمله. يعني الناس دي جت العمد والمشايخ والناس دي جت انه ما فيش اي حد بيهتم بيها، ما فيش صداده ورا تصد ان هي يعني يكون مثلا انه قنوع انه هو يصلح. في بيصلح وفي المشاكل الكبيره قوي الضخمه ما في ناس ما تقدرش تصلحها. قريه ابو حزام فيها نسبه تعليم كبيره فيها نسبه تعليم كانت الاول 5% صبحت 10% حاليا 15% 15% احنا عندنا مدرسه المدرسه بتاعتنا بتاعت الهماميه المدرسين بيجوا الساعه 8 الصبح او 8 ونص الساعه 10 ونص بيكونوا ماشيين يعني يضب يمضي ويمشي ما فيش مراقبة ما فيش حاجة ما فيش اهتمام. وعملوا مدرسة واهتموا ووصلنا صوتنا قبل كده وعملنا الكلام ده ونشد ناس مسؤولين والمسؤولين برضو أجوا معانا وجوا برضو عملوا مدرسة حدثوها وبيضوها ونظفوها والكلام ده وجات برضو حاليا المدرسين مقصرة معانا. ده بس أما ممكن يكون المدرسين من أماكن من أماكن تانية من قرى تانية لا ما خايفاش عايشين وسطينا وحبايبنا وإخواتنا وكده يعني ما فيش خوف بس ما فيش يعني ايه ما فيش انه تعليم بجد والكلام ده بجد والكلام ده يعني ما فيش في اهمال 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 يعني. سبحان الله تعالى تحس ان الاهمال متعمد يعني من الكل وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يسمع كلامنا ده ان كان مسلم مسيحي يهودي اي دين ليه على وجه الارض وما يعملش بالكلام ده وما يسمعش الاستغاثه بتاعتنا دي استغاثه الطار الدم والنار اللي بتاكل فينا وخدت اغلى شباب ماتت وشباب محكوم بالاعدامات والمؤبد والتأبيد والكلام ده واحنا الشتات اللي قاعد اللي هم الباقيين يعني فرجاء يعني ده استغاثه ليكم جميعا على مستوى العالم انه يهتموا بالبلد دي ويشوفوا مشاكلها ويشوفوا متطلباتها ويشوفوا الكلام ده. انتوا عندكم استعداد عندكم يعني العائلات عندها استعداد ان هي تحل الناس تعبت كلها وعايزه اللي بس عايزه اللي يمد اليد عشان يحط اليد الثانيه في الثانيه كده يعني عشان يحط الايدين اثنين دول عايزين يدين يتقدموا يحط الايدين اثنين دول في بعض عشان الناس تصطلح ما فيش الايدين اثنين دول اللي هم دي بعيده ودي بعيده ما فيش اللي يقربهم بينهم وبين بعض لو في صدق نيه وفي حسن نيه وفي صح وتبنص على صح ان يحط ايدهم في ايدين بعض هيبقوا صح وعايزين صلح جديد وعهد جديد ان اللي يتعدى على الثاني من بعض الصلح يتكتب ورق انه الارض دي وبيت وما يملك يبقى للطرف الثاني ويمشي يترحل من البلد يروح له اي بلد ثاني يمشي مش حلال على كده هو نقض الصلح
يبقى كده ناخذ الصلح، ناخذ الورق اللي هو كتب عليه ده، يبقى عهد جديد. اللي تعدى على الثاني من بعد الصلح يجوز للطرف الثاني ياخذ ارضه وبيته والدنيا ده. ويبقى حتى لو في صلح جديد والكلام في نسب يتقرب صله الارحام، يوصل صله الارحام بين الناس من بعضها، يبقى في حاجه جديده متطوره يعني. ومشكرين يعني، احنا نشكر افضالك ونشكرك انت انك انت حضرت وشرفتنا، والناس كانت مخوفاك ويقول لك ابو حزام وحمرضوم، ابو حزام وحمرضوم يا ايقونه، قسما بالله العلي العظيم ايقونه ماسه جوهره على الارض جوهره. احنا ما عملناش حاجه تضر بلدنا ولا اي حاجه، احنا بنضر ببعض بس بره ما بنضرش بحد، احنا مع الوطن ومع بلدنا من قدام. هي تأشر يشير واحنا نشوف اللي نعمله معه. وولادكم في الجيش. وولادنا في الجيش وكل حاجة، احنا وطنيين جدا 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 جدا. وما نردوش بالتطرف وما نردوش بأي حاجة، عندناش الحكاوي دي، عندناش السياسيين والكلام ده ولا واحد. كلنا واحد، كلنا والمسيحيين معانا وعايشين وسطينا واحنا عايشين وسطيهم. واحد عن اخواتنا، ما فيش أي مشاكل وحد أصلا في مشاكل نهائي بيننا وبين بعض. اسم مساعد محسن علي الراوي أو الشهيب مساعد الراوي. ما بارك الله فيك. الله يخلي حضرتك، الله يخليك ويرد صوتنا ده يوصل لحضرتك. انا لو 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 ادوني حقي في الاملاك بتاعت القاهره دي واللي هو من الامير حسن كتخد على زبان ده وقف اهلي بموجب عقد مشهر 702 فدان ولشهراء وزاره الاوقاف لصالح الورثه، بيقول لك بموجب الحجه رقم كذا كذا ان الوقف ده اهلي، بين قوسين الوقف الاهلي مش خيري، اهلي. في ريت انا اشد المسؤولين ان هم يفكونا على الوقف ده ويدونا، وانا اهب نص ما انا هاخد منه ده البلدي، تلميذ بلدي وتنميه القرى اللي جنبينا وتنميه الكلام ده، ونعمل خير ونفعل خير ونعمل خير. انت كلماتك لوحديهم قليل من قلبي. الله يخلي حضرتك، والله من قلبي. المتابعين والله جيتك يا عمد بهاء من اخر الدنيا، جاي لك والله في قلب الليل جاي لك عشان خاطر انا نفسي، انا فرحان جدا جدا بيك والله. الله يبارك في اصلك. والله العظيم انا فرحان بيك واللي انت عامله ابتداء، يعني ما شاء الله، يعني ما حدش يعمله ده اول مره. واحنا معجبين بطريقتك دي ومعجبين بحضرتك، واحنا يزيدنا الشرف فيك وباي حد ضيف على مستوى العالم مش مستوى جمهوريه مصر العربيه، لانه جمهوريه مصر العربيه كرمه، كلهم كرمه، عرب فلاحين صعايده كله كرم. فاحنا يعني يشرفنا اي حد ضيف والله على راسنا من فوق يا باشا. دي يا ابو حزام اللي الناس خايفه منها، دي ناسها ودي شبابها اللي انتم شايفينه. الله يبارك في اصلك. دي شبابها ودي ناسها اللي انتم خايفين منهم. يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين يعني مش مخاليك جايين من مكان تاني، يعني بلاش تسمع كلام الناس. وبره في المراكز وفي القاهره وفي العاصمه لنا شغل، بناخذ شغل مقاولات وبناخذ شغل وشغالين بما يرضي الله، وسيرتنا طيبه بره وكله. بس هي السمعه، هي كانت الحاله الامنيه على مستوى الدوله في الثوره كانت كلها مفكوكة ومحلولة يعني. فخذ السمعة عفشة من الطار. كيف الثورة دي؟ الطار أكتر حاجة ده طابع عنف وتعصب والكلام ده، التعصب والعنف هم اللي أدوا السمعة دي. أما بره من كده ما فيش أي حاجة. إحنا أنظف ناس وأحسن ناس، وإحنا بننتم لمشايخ عرب، شيخ العرب همام. مرحبا. تمام، ونحن منتمين لقبيلتنا وعادتنا وتقاليدنا وديننا ودولتنا واحترامنا وذاتنا وادبنا. عايزك بس ترد على الناس اللي بنقول لك لو دخلت ابو عزام مش هتطلع بحمارتك او مش هتطلع فوق. والله يا باشا، لا احنا دي رقابنا دي تسد لاي، مش انت حضرتك، لاي ضيف، اي ضيف ايا كان، مش انت بس، كل اللي يقولوا زي كده نموت عليه، بيسموا سمعة البلد هو يعيش، مش انت بس بيقول لك كده ويسالوا على سمعتنا مع الضيف ومع اي حد. كل اللي غريب يقولوا ده بحزام دوا يا ودخلت هيقطع راسه. لا لا ما عندناش برا، مش انت بس، كل اللي قبلوه يقول ما يكون واحد ضيف ده ولا حد يقول معاه اخش ابو حزام برا على الطريق يقول لا لو دخلت ابو حزام مش هتطلع ثاني، يخاف يمشي. ما قلت زي ما قلت لحضرتك برضه دي عشان الخصومه السائريه، لانه في ناس وقبائل بتسوق بلاد وقبائل على حس الطار. يعني انت رايح لحد مساعد، لحد المساعد ده وحش وكذا 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 وفيه هو ما شافوش، ما شافوش بيسوق وبيخليه يخاف منه، خليه يمشي ثاني. لكن هو راح شاف حد مساعد، شافه ما شافوش على الطبيعه، لو شافه قاعد معاه هيغير فكرته بناء على القعده. لما يمشي عين على الطبيعه انت ايه اللي حصل؟ ما عشان كده بنقول ما تسمعش كلام الناس، انزل وشوف بنفسك. ايوه ما تسمعش عن حد غير لما تسمع منه. قال لك اسمع مني ولا ما تسمعش عن غيري، ما تسمعش من غيري. ده
بس بسيط، ودلوقتي بس عشان اخواتنا والناس اللي اهالينا هنا محضرين العشاء هنتعشى. انا طبعاً انا طبايخ والناس كلها عارفه، كل سنه وانتم طيبين، ومصر واهلها ورئيسها وشعبها وجيشها وشرطتها بخير بألف مليون مليون خير. الله يبارك في اصلك وانت شرفتنا كل سنه وانتم طيبين. الله يبارك في اصلك يا مرحبا. فانا دلوقتي هقفل البث، وان شاء الله بعد دقائق او نص ساعه بالضبط وان شاء الله هنعمل بث مباشر وناخذ مداخلات الناس الجميله.